فيها علينا مشاعره اللي باظت واتدمرت بسببك وبسبب عمايلك؟ أنا مش هكرر المأساة تاني. أيوة يا ميرفت، أنا مش عاوز أخلف منك تاني. عارفة ليه؟ عشان أنت إنسانة مريضة. آه، أنت مريضة يا ميرفت، أنت مريضة وعمرك ما هتتعالجي، هتعيشي كده طول عمرك، مفيش فايدة، مفيش أمل. أنا مش هخلف منك تاني، ده قرار. يا ريت تكوني فهمتي. أنا بقى همرمضك، هخليك تمشي تكلم نفسك في الشوارع، هندمك على كل حاجة عملتها فيا يا حسام. ابنك ومش هتشوفه، الشاية من البيت ومش هتطلع. هبيعك كل اللي قدامك واللي وراك يا حسام. بس أنت يظهر نسيتي إن الشقة دي بتاعتي، ملكي. أوبا، شقة إيه يا أبو شقة؟ ده كان زمان. الشقة دلوقتي من حقي وبالقانون. وماله؟ خديها يا ميرفت، بكره اجيب اللي احسن منها واجيب فيها اللي احسن منك. كرم تعالى هنا شويه بس يا ماما، شويه بس، دقيقه واحده. الله يخليكي. بابي يا روح بابي، مش هتاخدني معاك؟ مش هينفع حبيبي والله، ارجوك صدقني مش هقدر، عشان انا عاوز اعيش معاك انت، مش عاوز اعيش مع مامي. انا عارف يا حبيبي، انا عارف، وانا كمان، بس معلش مش هينفع. وبعدين انت بقيت راجل دلوقتي، صح؟ بقيت راجل، ما ينفعش تسيب مامي لوحدها. كرم يلا يا كرم. بتوحشني قوي يا حبيبي. هتوعدني ان انت هتكون راجل صح؟ اوعدك. حافظ على نفسك وعلى مامي. باي باي يا حبيبي. ما تخافش انا جايلك، مش هسيبك. أنا عارف إن تعبتك معايا، بس غصب عني، موضوع كبير يعني. لا لا لا، أنا وصلت البيت، يعني نص ساعة بالظبط أكون عندك. تسلم لي يا حبيبي، مع السلامة، مع السلامة. شو صار؟ البسي هدومك وأحكي لك على الطريق. وين رايحين؟ هنروح لحد اسم الشرطة. بدك تسلمني للشرطة؟ بدك تسلمني للشرطة جو؟ إيه ياسمين، إهدي 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 خالص. أنت مش واثقة فيا ولا إيه؟ احنا يا دوب هنروح على اسم الشرطه، هنقعد هناك 3 دقايق مش اكتر. انت مش هتنطقي ولا كلمه خالص، مالكيش علاقه باللي حصل خالص. كل اللي هتعمليه انك هتمضي ورقه صغيره بعدم التعرض، يعني 3 دقايق ونمشي على طول. شو بخاف؟ بخاف يحبسوني، ما بدي اروح المغفر. ياسمين كفايه عياط خلاص، الموضوع مش مستاهل، الموضوع خلص. اتفضلي البسي هدومك عشان العميد زياد مستنينا هناك. يلا يلا بدل ما الراجل يمشي، يلا يلا.
Whew!